الآن رجل من أقارب الوازين توفى الله يرحمه، كان من الفقراء، ترجاني مرة أن يصير آزن مدرسي، ما كان يتيسر، ومع أنه بهذاك الوقت من أيسر الأمور عليه، لكن بعده كان مع أمه ما كان مرضي أبدا. وأنا ما إشفاقا، ما خجل منه إشفاقا عليه، قلت لك إيش شرطك ما يتيسر، أنت مغضوب. قال لي شو بدي اعمل ما بدي، قلت له روح لعند ابرها، روح دخل عليها لعل الله يسمع روحها تسامحك، الله يزيل هالشؤم عنك، الله يقضي شغلك. والله يا اخوه ظهر راحت. ثاني يوم رحت لعند شغلته الله اظهرها. اجاني ثالث يوم قلت له شو عملت؟ قال لي والله رحت بكيت على ابرها ودخلت عليها ويا امي وانا اسات اليك وانا فعلت وانا ساويت وانا مدري ايش، انت كما الله بارك شغلتك. إيه ابني إيه ابننا هالجرجره هي. طيب كل واحد يصل له شيخ بعد امه يجي يعلمه ويجي يدله، الله يوفقك. اي امك يا ابني قديش ازالت قصر عنك، ممكن وزنهم بيطلع قد وزنك هلا على مرتين ثلاثه اربعه، قديش شمت منك روائح كرها، وهي شمشمها ولسان حالها عم يقول يا حبذا ريح الولد مثل الخزامة في البلد، ريحة الكعك تبعك قد ما عم تحبك عم تشوفها مثل ريحة الفل، هذا أي حب تحبه؟ أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ فإذا كبرت ليش بدك تكافيها؟ مرة تحكي أمام الكلام اللي تمرض فيه أسبوع وأسبوعين كافي، بعرف أنا أمهات وبعرف أولاد، ومرة بتآثر زوجتك عليها، يمكن هي عريانة وزوجتك عندها شيء بكفيها سنوات، المال مع زوجتك بغير حساب، مع أمك لا بحساب ولا بغير حساب، أبوك هذا فنى وجوده. الأب والأم بشبهون إذا كان كبزرة، البزرة لحتى تصنع الشجرة شو بيصيب البزرة؟ تفنى وتتفتت ولا يبقى لها وجود، ترى وجودها في ولدها. والبيضة كمان لحتى تعمل الفرق والصوص بتجف وما بيبقى لها وجود إلا إيش؟ إلا القشر. وأمك وأبوك حتى يصلوا إلى الهرم والعجز والشيخوخة وكل جهدهم البدني والفكري والقلبي والوجداني لحتى يشوفوك أسعد الخلق، فبإيش بدك تكافيهم؟